مساء الخير. مساء الخير. اولا انا مبسوطه بوجودي هنا جدا جدا، ومبسوطه قوي ان انا موجوده في يوم الاكيل، في مولد الاكيل في جنينه الزمالك، ويا رب تتبسطوا بالحفله معانا باذن الله. مبسوطين؟ طيب الحمد لله. يا مراد، مراد انت فين يا مراد؟ عايز رنجة. طيب التجربة دي يا جماعة زي ما قلت لكم سوربرايز، تجربة مميتة الحقيقة، ربنا يستر. السوربرايز اللي هتغير ايه؟ انا قلت ايه؟ هتغير حياتي، اللي هتغير معالم الموسيقى العربية. ايه ليه؟ لا لا فاهماني غلط. انت افتكرتي بقى حفظت وحاجات كده؟ لا 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 لا. اصل دي هلحسن تطير بعدين نتفضح. يلا فيرست اوف اول طبعا احب اشكر نسمة. بليز put your hands together. Thank you, Nisma. Thank you. Nisma غيرت اغنيتين عشان مولد الاكيل اللي فاتت، انتوا شفتوا التغيير، ودلوقتي بقى It's the surprise. ها ربنا يستر. ومين سمع؟ مراد انت جاي بتعمل هنا ايه على المسرح يا مراد؟ انت هتاكلينا ايه النهارده؟ اكلك ايه يا مراد؟ عيب الناس بقى. انت سايبه الطبيخ وجايه تغني؟ انا عايز اكل، جعان. يا ساتر يا رب، يا ساتر على الاكل، الراجل ده هيجنني. يلا هكذا هكذا بالخلطة وكوفتين وستية مكرونة بس.
مختصة فين وكباب حلة وطوبة باللحمة المفرومة بس. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جايبه راح فين والشوربة فين هي؟ وقلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير مش بعزق وبلاش تنزل وبلاش تنزل واخي تعبان وراجل شقيان ومراتي عايزه اتجوز يرضيك ده يا مان جعان يا اخواتي ده ايه المصيبه دي؟ وراجل شقيان ومراتي عايزه تتجوز نرضيكوا ده يا ناس كام تعالي لي يما يا عالم فهمه الاكل عمره ما كان كده مش بالشكل ده يا عالم فهمه